اهلا بيكم. احنا عايشين دلوقتي في العصر الذهبي للالعاب المجانيه. بسبب انتشار الالعاب الكبير جدا الشركات لقت طرق ربح تانية غير بيع الالعاب واللي سمح لهم يعملوا العاب مجانيه زي مثلا فورتنايت او ايبكس ليجندز او حتى العاب اقدم شويه زي لول ودوتا والكثير من العاب الام ام او ار بي جي. لكن العاب كتير بيكون اللعب فيها من غير شحن فلوس عذاب، والالعاب تانية اللي بيدفع فيها فلوس واللي ما بيدفعش بياخدوا نفس التجربه بالظبط. فاحنا في الفيديو ده هنقول لكم على 5 العاب مش مشهوره قوي مجانيه مش محتاج تدفع فيها فلوس خالص عشان تاخد تجربة كاملة من غير اي مشاكل. اول لعبة هي دونتلس. اللعبة في القائمة دي مترتبة ترتيب عشوائي، فمش معنى ان دونتلس اول لعبة تبقى هي احلى لعبة، لان القائمة كلها العاب تعتبر متساوية مع بعضها. دونتلس من الالعاب اللي شبه مونستر هانتر وورلد لكن اقل في المحتوى بكتير، لكن محتواها مناسب جدا جدا مقارنة بالعاب مجانية تانية كتير جدا. ده غير انها لعبة مفتوحة النهاية وممكن تفضل تلعبها طول العمر بصعوبات مختلفة. اللعبة اونلاين بتتلعب بنظام زي مونستر هانتر وورلد بالظبط، فريق من 4 افراد بيصطاد وحش معين، وكل وحش له نقاط ضعف ونقاط قوة وليه اسلوب معين في القتل. لكن دونتلس فيها عامل كمان وهو الاليمنتس زي مثلا النار والتلج والكهرباء وغيرهم، وكل وحش ليه عامل بيأثر فيه بشكل اكبر من الباقيين وليه عامل بيضرب بيه. يعني مثلا وحش معين ضرباته فيها تأثير نار ومقاومته للكهرباء ضعيفة، فقبل ما تخش تبدأ تجهز اسلحتك ان يكون ليها تأثير كهرباء عشان تأذيه جامد، وتجهز دروعك انها تكون مقاومة للنار عشان ضرباته ما تأثرش فيك قوي. ده غير طبعا استخدام نقاط ضعف الوحوش جوه الكومبات زي مثلا ديلو او راسه او غيره على حسب كل وحش. الكلام ده مش بيكون فارق قوي في بداية اللعبة لان الوحوش سهل نسبيا، لكن مجرد ما تخلص كل الوحوش وتفتح الخريطه كلها ده ياخد حوالي من 15 ل 20 ساعه لعب. المهم بعد ما تخلص اللعبه، اللعبه بتتحول تماما وتبدا بقى في الجرايندنج المميت اللي ما فيش اي حاجه ممكن تعملها عشان تختصره. يعني مش ينفع تدفع فلوس عشان شخصيتك تبقى قويه جدا مثلا او تختصر وقت الجرايندنج، لا لازم تلعب اللعبه ودفع الفلوس مجرد سكنات ومؤثرات بصريه للشخصيات. بالاضافه لوجود مواسم في اللعبه بيديلك جوائز بناء على مجموعه تحديات معينه زي اللي في فورتنايت بالظبط، كانه سيزون باس بتاع فورتنايت. في نهايه اللعبه بتحارب نفس الوحوش تاني اللي لعبتها قبل كده لكن بصعوبات عاليه قوي. ساعتها بقى نوع السلاح اللي بتلعب بيه بيفرق بشكل كبير جدا، وعندك 6 انواع اسلحه مختلفه زي مثلا المسدسات او السيف او فاس وغيرهم، وكل نوع له اسلوب قتال مختلف وده هيفرق جدا على حسب الوحش، فكل سلاح كويس في اسلوب معين من القتال. في وحوش مثلا محتاج انك تبقى سريع معاها فلازم تجيب سلاح سريع، في وحوش تانيه مش سهل تضربها ومحتاج تعملها ستان عشان تثبتها، ساعتها الشاكوش هيكون سلاح مهم جدا جدا. ده غير طبعا العوامل اللي اتكلمنا عنها من شويه اللي موجوده في الاسلحه والدروع. الاسلحه والدروع بقى بتعمل لهم كرافت من الوحوش وهي الحاجه اللي بتقوي شخصيتك، ده غير بعض التعديلات اللي بتركبها عليهم واللي بيجي لك على شكل دروب من المهمات. فهي من نوع الالعاب اللي ممكن توصل فيهم لحاجه عاليه جدا جدا وتقعد ساعات كتيره تلعبها من غير ما تدفع ولا جنيه، وهيبقى الفرق بينك وبين اللي دافع ان هو عنده رقصه روشه جدا وبينور بنفسجي وعنده جناحات وانت واقف يا عيني مسكين لابس درع مبقع. Path of Exile انا بعتبرها النموذج المثالي للعب المجانية بمحتوى ضخم جدا وعوامل معقدة جدا جدا هتخليك تقعد تذاكر اللعبة جامد قوي عشان تعمل شخصيتك صح، لان ببساطة ممكن تبوظها وتلعب كل اللي عملته ده من الاول تاني. لازم تبقى فاهم كويس قوي انت بتعمل ايه لانها مختلفة عن العاب الار بي جي المعروفة، فانت هنا مش بتختار تلعب بمقاتل مثلا او ساحر او غيره، انت ممكن تعمل اي حاجة وكل حاجة، ممكن تعمل ميكس ما بين كل حاجة موجودة في اللعبة ما بين بلدات مختلفة وبيركس مختلفة، وتكون قوية في بعض الحالات وبكون احيانا ضعيفة في بعض الحالات التانية. وهي دي اول 50 ساعة لعبة بالنسبة لك، هي انك تتعلم اللعبة او مش تتعلمها، هي انك تاخد فكرة عن اللعبة واللي فيهم متعة كبيرة جدا انك بتعمل وتجرب حاجات جديدة مختلفة وبتشوف نتائج مش متوقعة خالص. Path of Exile هي هدية المطور Grinding Gear Games للبشرية، لعبة محتواها اكبر بكتير من العاب كتير قوي بفلوس. اللعبة مجانية تماما ما فيهاش مايكرو ترانزاكشنز خالص، فيها طبعا دفع لكن الحاجات كلها كوزمتيك زي مثلا ماسكات او شحات، وجوه اللعبة محدش فعلا بيهتم بالحاجات دي. اللعبة مش سهلة خالص، معقده جدا، هي لعبه اونلاين ام ام او بنظام ار بي جي غايه في التعقيد ومحتوى ضخم جدا جدا، ففي لاعبين كتير من اللي بيلعبوا اللعبه كاسرين حاجز ال 3000 ساعه لعب ولسه بيلعبوا اللعبه لحد دلوقتي، قليل جدا منهم اللي دفع فلوس في اللعبه. ده غير انها من 2013 لحد دلوقتي في 2019 مدعومه وبينزلها تحديثات، اخر تحديث نزل ليها كان الشهر ده. ده غير ان بينزل لها محتوى جديد مجاني. لو ناوي تبدا تلعب Path of Exile اعمل حسابك انك مش هتعمل اي حاجه ثانيه خالص في حياتك غير اللعبه دي. لو بتحب لعب الكروت بالاخص لو بتلعب هارثستون عشان مجانيه، ففي لعبه كروت تانية مجانيه اصعب ومعقده اكتر من هارثستون.
ماجيك ذا جاذرينج ارينا مبنيه على لعبة كروت حقيقيه بنفس الاسم، ودي النسخه الديجيتال منها، وهي من اللعب اللي ممكن تلعبها طول العمر. بعرض كروت ضخم جدا جدا، كميه تاكتكس واحتماليات مهوله، لعبه كبيره قوي الصراحه، والكروت فيها ملهاش رانك معين زي العاب كروت كتيره، وده اللي بيخليها عادله جدا، واللي بيشحن فيها زي اللي ما بيشحنش بالظبط، لكن فتح الكروت هيكون اسرع بكتير جدا مع الشحن، لانها لعبة جرايندينج كتير قوي كمان، لكن على الاقل الجرايندينج ده مش هيخليك اقوى عن طريق كروت قوتها اعلى. فالكروت اللي تاثيرها قوي تكلفتها عاليه جوه الجيم، يعني مثلا كروت الوحوش اللي ممكن تهاجم بيها بتنزل بشرط معين، والشرط ده هو نوع الارض. في 5 انواع للاراضي، و5 انواع مختلفه، كل نوع منهم ليه لون، زي مثلا ازرق واخضر واحمر ورمادي واصفر. ففي كارت معين بيحتاج ان الارض تكون مثلا 2 اخضر و3 اي نوع تاني، وده بيكون اقوى من كارت بيتطلب مثلا ارض خضراء واحده بس. فالكروت اللي طلباتها عاليه بتتلعب في اخر الجيم، الكروت اللي طلباتها قليله بتتلعب في اول الجيم، والكروت اللي بيكون ليها نفس الطلبات بتكون بنفس القوه بالظبط. ده غير على كروت السحر الكتيره جدا اللي موجوده في اللعبه، بعضها بيأذي عدوك، بعضها بيحميك، بعضها بيقوي وحوشك، بعضها بيلغي تاثير كروت الخصم. والمهم ان كل الكروت بالانسد، ومفيش كارت اقوى من التاني، مفيش نوع من انواع الكروت نادر مثلا بيطلع في باكج غاليه قوي لازم تشتريها بفلوس عشان يبقى عندك افضليه على غيرك. فالشحن في اللعبه دي بيخليك تجيب الكروت بشكل اسرع، واللي كده كده هتجيبهم مع اللعب الكتير. عارف لعبة كلاش رويال اللي كتير مدمنها على الموبايل؟ مينيون ماسترز نفس الفكرة بالظبط، لكن محتوى اكبر باضعاف وتعقيد اكبر بكتير جدا في المعارك والمواجهات. اللعبة مجانية وبتعتمد في التقدم على الصناديق وشراء الشخصيات. الصناديق بتجيلك من اللعبة كتير، وشراء الشخصيات من الفلوس اللي بتجمعها من اللعبة كتير برضو. الشحن في اللعبة عشان تشتري الشخصيات بشكل اسرع او تجيب صناديق اكتر. الشحن مش هيديلك اي حاجة مميزة او مختلفة عن اللي ما دفعوش فلوس في اللعبة. اللعبة بتعتمد على نظام الكروت، وكل كارت عبارة عن وحش معين او بيرك معينة ليها وظيفة معينة. اذا كان وحش مثلا بطيء بس قوي، او واحد تاني تانك، او مجموعة وحوش كتير بس صغيرين، او مثلا مباني دفاعية وغيرهم من بيركس مختلفة، وعددهم مهول وكبير جدا جدا، وليهم ابجريدز تعتبر لا منتهية. فاللعبة فيها جرايندينج كتير قوي، وممكن تلعبها لالاف الساعات، والناس اللي بتشحن فيها وتدفع فلوس طبيعي يكون معهم كروت اكتر وشخصيات اكتر، وهنا بيجي دور الماتش ميكنج اللي بينزل الناس اللي في مستوى واحد قدام بعض. يعني الناس اللي معاها كروت قويه بينزلوا قدام بعض، والناس اللي معاها كروت ضعيفه بينزلوا قدام بعض. فحتى لو مشحنتش مش هتواجه حد من الناس اللي معاهم كروت خارقه. فاللعبه ممتعه جدا ومسليه قوي، وطريقه لطيفه جدا انك تقضي ساعات كتيره قوي على الكمبيوتر من غير ما تزهق. Red will of course spawn his own minions in an attempt to foil this. Blue's job is then to counter this. Red will now counter Blue's counter move. He must then counter Red's counter counter, who will counter Blue's counter counter counter. This will allow Red to counter his counter 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 counter. No, wait, that's too many. بعد 1000 ساعة لعبة هتكتشف ان لعبة وور فريم فيها حاجات جديدة ممكن تقدمها انت ما كنتش عارفها او متوقعها، واللي مبهر جدا على قد ما هو مخيف. وور فريم لعبة معروفة جدا، لكنها في قائمتنا هنا لانها اتنست شوية، واللعبة السنة دي اتغيرت بشكل كبير قوي وبقت تعتبر لعبة جديدة، وتضاف فيها محتوى بطريقة مرعبة الصراحة. دفع الفلوس او الشحن في لعبة وور فريم مفيد وبيفرق، لكن بيفرق في ستايل اللعبة مش في القوة خالص. وكمان بعد حوالي 500 ساعة لعبة الشحن مش بيكون مفيد قوي زي في البداية، لان في شخصيات كتير واسلحة كتير ما بتجيش غير بلعب كتير، وهي دي الشخصيات اللي بتكون فعلا مفيدة وممتعة. التقدم في اللعبة بطيء جدا، لكن المهمات ريوردنج، لكن في حاجات صغيرة. يعني مثلا عشان تعمل شخصية لازم تجيب ايده وبعدين جسمه وبعدين راسه، وتعمل كل جزء لوحده، وبعد كده تعمل الشخصيه كلها، وكل جزء بيكلف موارد كتير قوي. ده غير انك لازم تعمل مجموعه مهمات معينه عشان تقدر اصلا تعمل كرافت لاجزاء الشخصيه، وكذلك للاسلحه. فالتقدم مستحيل يكون ابطا من كده، لكن دي ميزه لمحبي الجرايندنج. حتى مود البي في بي اللي في اللعبه لما بتدخله بيخلي كل الناس بنفس القوه، عشان لو حد معاه اسلحه اقوى من التاني. لكن ده مود مش محبوب جوه اللعبه، لان كوميونتي اللعبه الحالي من عشاق الجرايندنج والبي في اي. فالمهمات بتتلعب بفرق من 4 افراد، والمهمه الواحده ممكن تلعبها اكتر من مرة، وكل مرة الهدف مختلف، واللعبة فيها تحدي ومحتوى كبير جدا وهيفضل يفاجئك على طول. وور فريم في 2019 لعبة تانية مختلفة خالص عن اللي كانت في 2013، وعشان كده احنا بنفكر نعمل لها مراجعة للنسخة الحالية منها. قول لنا رأيك في الكومنتات في الفكرة دي، هل فكرة مراجعة وور فريم 2019 فكرة كويسة ولا ملهاش داعي؟ Helper, ignite the flames of rebellion.
دي كانت قائمتنا الخمس العاب مجانيه مش الاشهر حاليا لكنهم الافضل، ورايي الشخصي ان في العاب كتير منهم مش المفروض تكون مجانيه. فقول لنا في الكومنتات ايه اللعبه المفضله عندك وليه، ولو في العاب مجانيه تانية ما قلناش عنها قول لنا عليها في الكومنتات برضو، وليه انت بتعتبرها لعبه كويسه. وافضل كومنت هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. في الفيديو اللي فات الخاص بخدمات الالعاب محمد ثروت سالنا سؤال بيقول لنا هي الالعاب المجانيه لو نزلتها عندي من الاكس بوكس لايف جولد او بي اس بلس بعد ما الشهر يخلص وما جددتش الاشتراك ممكن العبها عادي ولا لا؟ بص، هو اكس بوكس لايف جولد وبلايستيشن بلس بيدولك عدد صغير من الالعاب المجانيه اللي ممكن تلعبها لمده شهر واحد بس طول ما اشتراكك شغال، ولما الشهر بيخلص الالعاب دي بتروح وبيجي مكانها العاب ثانيه، على عكس خدمه اكس بوكس جيم باس اللي فيها مجموعه العاب لما بتشترك بتقدر تلعبهم كلهم، ولما الشهر بيخلص بتجدد اشتراكك وتكمل لعبه عادي جدا نفس اللعب بالظبط. فاحنا كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك، لو انت جديد في القناه اول مره تشوفنا يا ريت تعمل سبسكرايب، ولحد الفيديو اللي جاي سلام.